للحديث عن أوضاع سريلانكا وتمكن المتظاهرين من إسقاط رئيس البلاد، وللحديث عن دلالات هذه الحادثة وهذا الأمر في وقت فشلت شعوب المنطقة العربية من إحداث التغيير المطلوب، معنا من لندن الصحفي والإعلامي الأستاذ زياد المنجد. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير. كيف تصف ما جرى في سريلانكا وهروب الرئيس من مقر إقامته؟ أولا تحية لك والأستاذ المشاهدين، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. يعني ما حدث في سريلانكا وهروب الرئيس أمر طبيعي وعادي جدا إذا ما قارنا هذا الأمر بحركة الحكم في أو طبيعة الحكم في البلاد بشكل عام. يعني الكلمة الأولى يجب أن تكون للشعب، وعندما تعجز والحكومات تأتي من أجل خدمة هذا الشعب، وعندما تعجز هذه الحكومات عن تلبية الحاجات الأساسية لهذا الشعب، فمن الطبيعي أن ترحل بشكل سلمي أو ترحل بالقوة نتيجة تظاهرات الشعب الغاضبة التي تعبر عن انزعاجها لعدم قدرة الحكومة على تأمين هذه الاحتياجات. نحن نعلم أن سكان سريلانكا يتألف بشكل عام من أغلبية سينهالية وتقريبا 13% من التاميل، وبالإضافة 9% من المور. يعني كل السكان هم اشتركوا في هذه التظاهرات، والرئيس هو من الأغلبية السنهالية، وبالتالي هذا الأمر لا يعكس أن هنالك يعني أقلية تمردت وفرضت نفسها، إنما بجموع الشعب انتهى إلى المطالبة ب هناك عوامل إقليمية وتداعيات أو عوامل إقليمية أدت إلى إسقاط الرئيس. هل أسهم الغزو الروسي لأوكرانيا مثلا وهذه الأجواء الإقليمية في تسهيل هذا الأمر الذي حصل في سريلانكا؟ بشكل أكيد، يعني كان للحرب الروسية على أوكرانيا تأثير واضح على الأزمة الاقتصادية في كل العالم وليس في سريلانكا، ولكن هناك بعض الدول تستطيع أن تتجاوز هذه الأزمة، ولكن في سريلانكا هذا البلد الفقير يبدو أنه لم يستطع أن يتحمل هذه الأزمة، وبالتالي أدى إلى تظاهرات الشعب. نحن نعلم أن ارتفاع يعني أسعار الطاقة والوقود هي التي تؤثر على يعني تكاليف الإنتاج، وبالتالي على ارتفاع الأسعار، مما لا يستطيع الشعب أن يتحمل هذه التكاليف، وهذا الأمر يعني يؤدي إلى غضبة الشعب وعلى الحكومة التي لا تستطيع توفير خدماته الأساسية. أمام هذا النجاح في سريلانكا يعني بتحقيق أهداف هذه التظاهرات، يعني هل للدول العربية الأمر يكون أكثر صعوبة؟ ما الذي يجعل الدول العربية مثلا، لنأخذ مثلا على سبيل المثال التظاهرات في العراق، ما جرى من عمليات قتل كبيرة على مدى سنين طويلة في سوريا، لماذا لم تنجح الثورات العربية مثل ما نجحت في سريلانكا؟ يعني لا يمكن أن نقارن سريلانكا ذات المكان الجغرافي البعيد عن منطقتنا بمنطقتنا. لمنطقتنا خصوصية، يعني خصوصية في هذا الأمر. في منطقتنا المصلحة الصهيونية هي الأساس في اتخاذ القرارات للدول العظمى الفاعلة في المنطقة، وبالتالي فهذه الدول يعني تستطيع أن تفرض واقعا من خلال تعيين دكتاتوريات وأنظمة حكم متعاونة لها تكون يعني أساسا لتحقيق مصالحها. ونحن نعلم منذ يعني استقلال الدول العربية إلى الآن تعاقبت الدكتاتوريات على هذه البلدان، وارتكبت هذه الدكتاتوريات المجازر بحق الشعب، ولكنها التظاهرات والاحتجاجات لم تستطع إسقاط هذه الدكتاتوريات، لأنها
يعني محمية من قبل المجتمع الدولي المتباكي على حقوق الإنسان، يتباكى على حقوق الإنسان في مناطق أخرى، وإنما لا يهمه دم الإنسان ولا حقوق الإنسان في منطقتنا. ولذلك لا يمكن أن نقارن يعني سريلانكا بمنطقتنا، لو أن سريلانكا كانت في منطقتنا لا اختلف الوضع وثبت الرئيس السريلانكي، ولم يستطع الشعب تغييره على الإطلاق. طيب أستاذ زياد، كيف أسهم الدور الروسي في دعم الدكتاتوريات في المنطقة لا سيما في سوريا وليبيا؟ يعني عندما نتكلم عن الدور الروسي يجب أن لا ننسى أن الدور الروسي بإضافة إلى دور الدول العظمى والولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام، أنا قلت لك قبل قليل أن بوصلة الأهداف والمجتمع وبوصلة قرارات المجتمع الدولي هي المصلحة الصهيونية، وما يؤخذ من قرارات في منطقتنا لا يؤخذ في واشنطن ولا في موسكو، إنما يؤخذ في تل أبيب، وهذه الدول العظمى هي المكلفة بتحقيق هذه الأوامر. يعني نحن نعلم أن روسيا دخلت في، ولكن أستاذ زياد أيضا يعني كما تعلم أن الروس الآن مشغلون بالحرب مع أوكرانيا، هل هذا المستنقع إن صح التعبير هل يعني يعطي فرصة أكبر للمنطقة في المنطقة العربية في منطقتنا من أجل الوصول إلى الأهداف التي وصلت إليها سريلانكا؟ يعني في منطقتنا ما وخاصة في سوريا في العراق الوضع الأمريكي والإرادة الأمريكية التي سهلت دخول الإيرانيين والمحافظة على الدور الإيراني، ولو أن هنالك حرب إعلامية بين طرفين إلا أن التوافق كامل على إيصال العراق إلى وضعه الحالي وإلى وضع أسوأ من وضعه الحالي. أما في سوريا فالوضع في سوريا محكوم باتفاق مدراء المخابرات في أمريكا وروسيا والكيان الصهيوني في عام 2019، وإلى الآن ما زال جاريا ما يجري على المناطق العالم، والخلافات بين أمريكا وروسيا في مناطق العالم لا يمكن أن يمس علاقتهم في منطقتنا. ولذلك أنا أتوقع أن الأمر مستمر وأن الدكتاتوريات هذه سيعاد إنتاجها من جديد من أجل تركيع هذا الشعب وتهيئة الأمور من أجل تقسيم سوريا كما نرى، وهذا الوضع سيستمر والتدخل الروسي سيستمر بموافقة أمريكية، بينما في أوكرانيا الوضع متغير جدا. من لندن الصحفي والإعلامي الأستاذ زياد المنجد، شكرا جزيلا لكم.